يقول حد حاد ضعينا بطر فرقاكم صحت الله ومحمدنا وعلي وياكم حد حاد ضعينا بطر فرقاكم صحت الله ومحمدنا وعلي وياكم اذكروها لا تنسوها عليلتكم دعواي رجواي ربي باركي وسهل أمورهم يا نور بالنور اقبل دعوتي وحقق نصرهم ماشين والدين بانت ميلته ويطلب عمرهم بانت ميلته ويطلب عمرهم تشييع توديع ما تفرق على عيوني بسفرهم صحت حي النشام وحي بني هاشم ابوي ويا عمام ويا علي وجاسم تشافيني تعافيني شامتكم معروف شي شوف من ودع هلا وسلم للغيار طيب الله انفاسك يا أمير تأهلت ويانا المرحلة الثانية إن شاء الله كل التوفيق لك.